السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، معكم ميس هبة رجب. أهلا بيكم يا سنة ستة في العام الدراسي الجديد 2025. بنكمل مع بعض شرح منهج نيك 6 من كتاب الأضواء جيم طبقا لأحدث تعديلات الوزارة الترم الأول 2025. بنكمل يا ولاد يونت 2 وي ار اول ديفرنت، والنهاردة إن شاء الله معانا ليسن 2 الدرس التاني من نمبر 73 صفحة 63. جيت يا ولاد تدعمونا بلايك وشير للفيديوهات واشتراك في القناة وطبعا صفحة الفيسبوك ميس هبة رجب. يا ريت يا ولاد نعمل لايكات للفيديو، لان الفيديو من غير لايك مش بيظهر قدام ناس ثانيين، فكده ريتش عندي على القناه واقع جدا السنه دي بسبب قله اللايكات. اللايك مش بيكلفك حاجه بس بيفرق معايا انا في ان ايه الفيديو بيجي قدام ايه مشاهدين اكتر. يلا بينا نبدا ونسمي بسم الله. طبعا عندنا الدرس ده عباره عن تو بارتس جزئين. بارت 1 بيقول لك وي ار براود اوف اور سكول، نحن فخورون بمدرستنا. تمام، يلا بينا نشوف المين فوكاب بيقول لي ايه بقى. عندي مبنى يا ولاد يعني building building building، تجارب اللي هي في المعمل، experiments experiments experiments، معمل laboratory 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 laboratory، ملعب court court court، أدوات أو معدات equipment equipment equipment، سفينة الفضاء space ship space ship space ship، building building experiments experiments laboratory laboratory court court equipment equipment space ship space ship. بعد كده الاكسترا فوكاب الكلمات الاضافيه، موقع الكتروني ويب سايت ويب سايت ويب سايت، غربي ويست ويست ويست، مقعد ثابت او مقاعد ثابته benches benches benches، بالاضافه الى بلس بلس بلس، تربية بدنية physical education physical education، مسلسل تلفزيوني تي في series تي في series، على قيد الحياة alive alive، حديث modern modern modern، ملعب بلاي جراوند بلاي جراوند بلاي جراوند، نافورة مياه water fountain water fountain، حاسوب لوحي أو tablet 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 tablet، قسم department department department، كوكب planet planet planet، نعامة ostrich ostrich ostrich، رئيسي main main main، ساحة للعب يعني playing field playing field، كمبيوتر مكتبي desktop computer desktop computer، دي رياضة بدنية gymnastics gymnastics، خيالي fantasy fantasy، البشر humans humans، صيدلية فارماسي فارماسي فارماسي. عندنا كونجيجيشن اوف فيربس تصريف الافعال، عندي افعال منتظمه ريجولار فيربس. بيقول لي افعال منتظمه اللي بنضاف دي يا ولاد او اي دي او اي اي دي. يتواصل كون كونتاكت، الماضي منها كونتاكت عشان لا تنتهي بالاي بنضيف لها اي دي، كونتاكت كونتاكتد كونتاكت كونتاكتد، يعود ريتيرن ريتيرند ريتيرند، يستعير بورو بورد بورد، يقرر ديسايد اخرها ايه تبقى ديسايدد بالدي بس، يبقى كونتاكت كونتاكتد كونتاكت كونتاكتد، ريتيرن ريتيرند ريتيرن ريتيرند، بورو بورد بورو بورد، ديسايد ديسايدد ديسايد ديسايدد، افعال غير منتظمه تحفظ كما هي ليس لها قاعده ثابته. بيقول لي يجلس سيت سات سيت سات، يجري او يدير شيء run ran run ran، يختبئ hide head hide head hide head، يجد find found find found find found. عندنا expressions and phrases عبارات وحروف جر هامة، فخور بي يعني proud of proud of، منطقة مفتوحة يعني open area open area، معروف لي popular with popular with، يبحث عن look for look for، tourist information website موقع استعلامات سياحي، run after school sports clubs يدير أو يتابع النوادي الرياضية بعد المدرسة، of all age groups من جميع الفئات العمرية، do experiments يجري تجارب، fight aside football كرة القدم الخماسية، take place يعني يحدث. طيب نلاحظ بقى الاختصارات، عندي الـ IT اختصار لكلمة information technology يعني تكنولوجيا المعلومات، information technology اختصارها الـ IT يا ولاد، الجيم اختصار لكلمة جيمنازيوم صالة الألعاب الرياضية. تمام، يبقى الجيم اختصار لكلمة جيمنازيوم. طيب الفؤاد سكول
بيقول لك الاماكن المشهوره بنعمل اولها هي ولايه كابيتال ليترز الفؤاد سكول، مدرسه الفؤاد. لوك اند ريد، تواصل معنا. دي كونتاكت معناها تواصل معنا، معلومات عن الصفحه اباوت الصفحه الرئيسيه هم. قال لك دي اولاد صفحه من موقع المدرسه، موقع ايه؟ مدرسه الفؤاد سكول على النت. يبقى دي صفحه من موقع مدرسه الفؤاد. ويلكم تو الفؤاد سكول، مرحبا بكم في مدرسه الفؤاد. A place which we are proud of، المكان الذي نفخر به. We are proud of our new modern buildings، احنا فخورين بالمباني اللي عندنا الجديدة الحديثة. And we are happy to show them to you، وسعيدين ايضا او نشعر بالسعادة ان احنا ايه هنوريهم لك النهاردة. Please study the map and find out where the main buildings are، من فضلك ادرس معانا النهاردة الخريطة و حاول تعرف فين اماكن المباني الرئيسيه. and what we use them for، بنستخدمها في ايه. اول مبنى معانا النهارده بيقول لي the احمد زويل building، مبنى احمد زويل. this is the place where students study science، ده المبنى اللي الولاد بيدرسوا فيه ماده العلوم. there are four classrooms، المبنى ده فيه اربع فصول دراسيه. and two new laboratories، وفيه معملين. these laboratories، المعامل دي have all the equipment، فيها كل المعدات والاجهزه. which classes need to do experiments، اللي محتاجينها ايه الفصول في اجراء التجارب. المبنى التاني ولاد ذا ويست كورت، يعني الملعب الغربي. بيقول لي this is a large open area، انها منطقة كبيرة مفتوحة. where students spend time outside، يقضي بها الطلاب الوقت بالخارج. تمام، عندنا في الصورة اهي. there is a playground، فيها ملعب. and playing field، وساحة ايه ولاد ساحة للعب. there are also benches، فيها ايه مقاعد. to sit on، لكي تجلس عليها. under the trees، تحت الأشجار. and a water fountain، ونافورة للمية. children can also grow plants with Mr. مهدي، يقول إن الأطفال كمان بيزرعوا النباتات مع مستر مهدي. he is the teacher who helps in the garden، ومين المستر مهدي ده يا أولاد؟ اللي بيساعد في حديقة المدرسة. المبنى التالت the IT building، مبنى الـ IT اللي هو مبنى الـ Information Technology، مبنى تكنولوجيا المعلومات. This is the building where you can find our computer classroom، ده المبنى اللي ايه تجد فيه ايه فصول إيه الحاسب الآلي. Students come here، الطلاب بيجوا المبنى ده for their information technology lessons، عشان حصص تكنولوجيا المعلومات. We have over 50 desktop computers، عندنا أكتر من 50 كمبيوتر مكتبي. plus laptops، بالإضافة للكمبيوتر المحمول أو الأجهزة المحمولة. and tablets، والأجهزة اللوحية. which students can borrow، اللي بيستعيرها ايه ولاد الطلاب. المبنى الرابع the 24 gym، صالة الألعاب الرياضية 2024. the yellow building، المبنى الأصفر، is our new gymnasium، وصالة الألعاب الجديدة. we use it for basketball، بنستخدمها الباسكتبول كرة السلة، handball كرة اليد، and gymnastics، وصالة الألعاب الرياضية أو الألعاب الرياضية والبدنية during physical education lessons، أثناء حصة التربية ايه الرياضية وحصة الألعاب. بيقول لي we are أو there are some teachers who run after school sports clubs، في بعض المعلمين بيديروا النوادي المدرسية ايه بعد المدرسة. here too أيضا، زي مين؟ زي like five aside football، ملعب كرة القدم الخماسي، من اللي بيدير يا ولاد؟ مستر عفيف في دماس ديبارتمنت من قسم الحساب. and تنس، ملعب التنس ده بتديره الميسز منال، فرنش ديبارتمنت من قسم اللغة الفرنسية. جزء تاني عندنا في الدرس غير المدرسة، بيقول لي واندا لاند از ا فانتازي تي في سيريز، واندا لاند ده ايه ولاد؟ تلفزيون، مسلسل تلفزيوني خيالي. which is popular with people of all age groups، يحظى بشعبية بين الناس من جميع الفئات العمرية. it's interesting because it takes place in the future، ده مثير او شيق، بيشد الناس لان احداثه تقع في المستقبل. on a planet called واندا، على كوكب اسمه واندا. Wanda does this is a world where humans live because the earth is now too hot. Wanda ده كوكب الناس هتكون عايشة عليه في المستقبل، لأن ايه كوكب الأرض هيكون حر جدا. The series tells the story of a boy called Fairy، المسلسل بيحكي لنا عن ولد اسمه فيري. He wants to return to earth، يريد العودة إلى كوكب الأرض مرة أخرى. To look for his family، للبحث عن عيلته. Fairy is a clever quiet boy، فيري ده ولد ايه ذكي وهادئ. وفايند لايف اون واندا بورينج، وجد الحياه على كوكب واندا ممله. هي دازنت هاف ماني فريندز، ما عندوش اصدقاء كتير. بات هي ثينكس بير هابس هيز فاميلي از ستيل الايف،
في اعتقاده ان عيلته ايه احتمال تكون او ربما ايه لسه عايشة. so لذلك he decides to hide on a spaceship، قرر الاختباء في سفينة الفضاء which is traveling to the earth، اللي بتسافر كوكب الارض. the problem is he doesn't really know where his parents are، المشكلة انه لا يعلم حقا اين والداه. and he might not find them، واحتمال او من المحتمل الا يجدهما. I am excited to see what happens next، انا متشوق لارى ما سيحدث ايه ولاد فيما بعد. choose the correct answer، اختار الاجابات الصحيحة. we use the gymnasium ولا laboratories ولا library classroom for basketball and handball، بنلعب الهاندبول والباسكتبول في النيولات في الجيمنيزيوم صالة الألعاب. we do sports ولا house work ولا home work ولا experiments at the laboratories، في المعامل بننجري ايه ولاد الاكسبيرمنتس التجارب. there is a water ايه ولاد in front of my house، في water fountain، في نافورة مية قدام بيتي. part 2 الجزء الثاني في الدرس، درس الجزء بتاع اللانجوج. اول حاجة عندنا النهاردة الريلاتيف بروناونس، ضمائر الوصل. we use relative pronouns، عندنا بنستخدم النهاردة الـ who which where to give more information about a particular singular or plural person، بنستخدمهم عن عشان ايه ولاد نشير بهم الى person، شخص، thing او شيء او place، مكان، تمام، مفرد او جمع. اول حاجة النهاردة عندنا هو، هو معناها الذي او التي، بس مع مين بقى يا ولاد؟ مع العاقل. we use who to talk about people، للتحدث عن الاشخاص. مستر عفيفي is the teacher، تمام. هو تعود على مين؟ على مستر عفيفي. هو رانز ذا فوتبول كلاب، الذي يدير ايه ولاد الفوتبول كلاب، تمام. يبقى هو بستخدمها للتعبير عن الايه إيه الاشخاص. which برضو معناها الذي او التي، بس ايه غير عاقل، اشياء. we use which to talk about things، بدي talk about people. تعال نشوف which. these are the shoes which I wear to school، which تعود على مين يا ولاد؟ على شوز اللي هو الحذاء، تمام. تبقى كده ايه، تعود على الاشياء. وير اين تعود على يا ولاد او تشير الى ايه، الى المكان. قال لك ذا جيم، الجيم اللي هي الجيمنيزيوم. از ذا بليس وير، بدي تعود على مين؟ على الجيم، هو المكان حيث وي دو فيزيكال اديوكيشن، يعني يا ولاد بنمارس الالعاب الرياضيه. امثله تاني، ذيس از مسز مونا، دي مسز مونا. مسز مونا تيتشز اس انجلش، فانا هشيل مسز مونا التانية واحط مكانها يا اولاد هو، تمام، واخليها جمله واحده. يبقى دي جمله ودي جمله، وصيهم نقطه. لا، اخليها جمله واحده بان انا اشيل مسز مونا التانية دي واروح احط مكانها هو. لا نكرر الاسم في الجمله بعد استخدام ضمير الوصل. ضمير الوصل بيحل مكان الايه، الاسم يا اولاد او الفاعل في الجمله التانية. This is Mrs. Mona who teaches us English. طيب تاني حاجه، the book which I read، الكتاب اللي انا قريته was interesting، تمام. طيب which تعود على مين؟ تعود على البوك. these are the books، قال لك كمان ممكن تعيد حل محل مفرد او جمع عادي جدا. these are the books، هنا ايه جمع، which I read yesterday. تعال نختار. my sister is the girl، عايزه تحط حاجه تعود على الجيرل يا ولاد، تبقى ايه، هو التي، one the race. this is the beach، هذا هو الشاطئ. we spend the summer، ده مكان، فنقول ايه where. طيب the dog، الكلب. is the animal، ده حيوان. I bought last week، حاجة غير عاقل تبقى which. طيب علي is the boy، طبعا هو عشان عاقل. is wearing a red shirt. مونس toy، اللعبة بتاع مونة. is the toy، طبعا دي لعبة، في حاجة غير عاقل تبقى which makes a loud noise. this is the house، هذا المنزل. المنزل ده مكان، تبقى where my grandma lives. مستر أحمد is the teacher، teacher ده عاقل، تبقى ايه ولاد، who wears glasses. my uncle planted the tree، زرع الشجرة. grows apples، طبعا الشجر غير عاقل تبقى which. بعد كده my friend عمر lives in the same street، عايش في نفس الشارع. where I live، حيث أعيش، عشان ده مكان. my uncle is the man، طبعا ده عاقل تبقى هو. sells flowers. جزء تاني عندي النهارده، صفات المنتهية بالاي دي، الاي دي adjectives. we use اي دي adjectives to describe how a person feels، لوصف شعور اولاد، بنستخدمها لوصف شعور الأشخاص. الولد ده he is bored، شاعر بالملل، تمام. excited، عادل is feels excited today، يشعر بالحماس اليوم. interested، نادر is interested in history، مهتم بالتاريخ. tired، متعب. حبيبة looks tired، تبدو متعبة. surprised، متفاجئ. she was surprised to see me، كانت متفاجئة لما شافتني.
الصفات التانية بقى ال ING adjectives، قالك دي يا ولاد لوصف مسببات الشعور، بنصب بقى الحاجة بقى اللي بتديني أنا الشعور. We use ING adjectives to describe people, places or things that give us feelings. تمام؟ زي the TV series، المسلسل التلفزيون is really interesting. المسلسل ماله interesting، شايف؟ فأنا أشعر بالإيه؟ فيكون interested. طيب زي exciting كمان، it was exciting to finally meet. بعد كده tiring، متعب. It was a tiring trip، كانت رحلة متعبة، عشان كده ايه I feel tired. Surprising، مفاجئ. They prepared for a surprising party، بيعدوا بيجهزوا الحفلة ايه مفاجأة. Boring، ممل. What a boring movie، له من فيلم ايه ممل، عشان كده I feel bored، أشعر بالملل. It shows the correct answer. The scary movie، الفيلم المخيف، made me feel، خلاني أشعر بيه يا ولاد، feel scared، شعوري أنا. طيب I was، when I was watching the funny clown، لما شفت المهرج المضحك، amused، شعوري أنا برضو. Sitting on the beach، إنك تجلس أو الجلوس على البيتش، الشاطئ، on the beach was، الجلوس على الشاطئ ماله يا ولاد، relaxing. طيب نور was excited ولا exciting ولا excited to buy a new pet، طبعا excited. I didn't plan for the trip، انا ما كنتش ايه مخطط للرحلة. It was، عاوز اوصف الرحلة بقى، surprising. The warm bed، السرير الدافئ، made منى feel، جعل منى تشعر بيها ولاد feel ايه relaxed. It's to climb up the mountain، it's tiring، متعب انك تتسلق الجبل. حبيبة never watches cartoons، مش بتفرج على افلام الكرتون. They make her feel، بتبقى اشعر بيها ولاد ها bored، بالملل. It was annoying to listen to such loud music at night. I was excited، كنت متحمس to go on a roller coaster in the theme park، قطار الملاهي في حديقة الايه الملاهي. تدريبات الدرس التاني، choose the correct answer from A, B, C or D. Students play sports in the، الطلاب بيلعبوا الألعاب الرياضية فين؟ في بلاي جراوند ولا لابورتوري ولا فاونتن ولا ديبارتمنت؟ طبعا في البلاي جراوند. Scientists use special note in their research، العلماء بيستخدموا ايه في الأبحاث؟ مابز، خرائط، equipment، أجهزة، ديسكتوبس ولا كورت؟ طبعا ايه أجهزة ومعدات. We sit on the knot when we go to the park، لو بنروح الحديقة بنقعد على ايه، تريز، ديسكس، بنشز ولا جيم؟ طبعا البنشز. I exercise in the near my house، بتمرن في ايه جنب بيتي، ديبارتمنت ولا ليك ولا جيمنيزيوم ولا ويب سايت؟ طبعا في الجيمنيزيوم. We do science experiments، نقوم بإجراء تجارب العلوم فين، in the playground ولا kitchen ولا gymnasium ولا laboratory؟ طبعا يا ولاد في اللابوراتوري، في المعمل. My school has a water fountain، فهنا فرط مية. ال IT building is for not lessons، الحصص ايه يا ولاد، information technology. Scientists can travel to other planets in a، العلماء بيسافروا الكواكب الأخرى، في سبيس شيب ولا شيب ولا بوت ولا فلوكة؟ طبعا سبيس شيب، سفينة الفضاء. read and complete the text with words in the box. popular، مشهور أو معروف. gymnastics، ألعاب رياضية. buildings، مباني. tablets و experiments. this is my school، دي مدرستي. we have some new buildings، عندنا مباني جديدة. at our school science laboratories are where we all or we use all the equipment to do، بنستخدم الأجهزة عشان نعمل ايه ولاد experiments، تجارب. we take information technology، بناخد تقنية المعلومات، الحصص بتاعتها in new IT building. طيب there are over 30 desktop computers، laptops and the outlet and tablets which we can borrow to، بنستعيرها أيضا. we use the gymnasium building for basketball وhandball and gymnastics، والألعاب الرياضية. الترتيب، we do
experiments نجري التجارب and the laboratory في المعمل. The yellow building is our new gymnasium. This is the place where students have break. ده المكان اللي الطلاب بياخدوا فيه الفسحة. I was really tired. أنا كنت متعب حقا. إمتى؟ last night، الليلة الماضية. تصحيح الخطأ. This is the shirt. هذا هو القميص. which عشان غير عقل. which I bought last week. A pharmacy الصيدلية is a shop. ده مكان تبقى وير. we buy medicine بنشتري منه الدواء. ليلى is a tall girl عاقل who has red hair. this is the bus غير عاقل which I took to work. this is the nurse هذه هي الممرضة who looks after me. Wonderland is a fantasy TV series which is popular with many people. we have laptops and tablets which students can borrow. Mr. Mahdi is a teacher who عشان عاقل helps in the garden. this is a large open area where حيث students have break عشان ده مكان. the story is القصة بقى مالها amazing. I like it. the film was very boring. I am surprised to see my cousins here. I am excited about our vacation this week. I am very interested. Wonderland is an exciting series, TV series. Punctuation I capital. I am really interested in science. Mr. Afifi is the teacher who runs in Malta. Write a text of 50 words using the following guiding elements. My school. ده مجاب عنه في نهاية الكتاب صفحة 308. عاوزك تتكلم على المدرسة. طيب دلوقتي كان في قطعة ممكن اكتب جمل من هنا يا ولاد تتكلم فيها على المدرسة. كده يا ولاد احنا انتهينا من شرح حالة تدريبات الدرس التاني ليسن 2. الفيديو الجاي ان شاء الله يكون معانا ليسن 3. ادعمونا بلايك للفيديو يا ولاد واشتراك في القناه وتابعوا صفحه الفيسبوك مس هبه رجا. وانتظرونا في كل جديد. نتمنى لكم نجاح وتوفيق باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.